بسم الله الرحمن الرحيم. تنعقد دورة 21 مجلس إدارة للوكالة الحضرية القناة سيد قاسم سيدي سليمان تحت الشعار من أجل دعم الاستثمار وضمان الاستدامة وتكريس العدالة الاجتماعية انسجاما وتناغما مع توجيهات المولوية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس صلى الله وإيده، وكذلك تماشيا مع مخرجات الميثاق الوطني الجديد وكذا استراتيجية الوزارة الوصية وزارة إعادة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تدعي دائما إلى تعزيز انطلاق القطاع التعمير والعقار وكذلك مواجهة الأزمات العالمية الصحية المناخية وكذا الاقتصادية. كما سهرت المؤسسة على مواكبة الأوراش الرائدة للوزارة الوصية فيما يخص في مقدمتها الحوار الوطني لتعمير الإسكان وسياسة المدينة الذي تم مشاورته جميع ربع المملكة، وكذلك تنظيم وتأطير القافلة التحسيسية بالعالم القروي التي لقيت إقبال طيب من طرف الساكنة القروية، وكذلك تنظيم الأيام الموجهة لمغاربة العالم أثناء مقامهم بأرض الوطن. وتمثل المؤشر حصيرة إنجاز الوكالة الحضرية خلال سنة 2022 في مواكبة جهودها لتغطية ترابها الوطني ترابها نفوذ ترابها بوثائق التعمير، حيث وصل هذا المؤشر إلى 84% 100% بإقليم القنيطرة و 79% بإقليم سيدي سليمان وسيدي قاسم. كما سارت المؤسسة على تبسيط وتعزيز ورقمنة المصادر دراسة الملفات وخصوصا من أجل تقليص أجال دراسة أجال المشاريع، ودم تم تحسين مؤشر الاستثمار وكذلك رقي بإطار عيش الساكنة. وأما فيما يخص المجال الرقمي فلقد تقوم الوكالة الحضرية العمل على تنزيل استراتيجيتها الجديدة الوكالة الحضرية المنفتحة Open Urban Agency، وذلك بهدف إضفاء الفعالية وتجسيد مبادئ تعمير دامج مستدام منفتح أكثر استباقية. ولعل أن هذا النتاج النتائج الحسنة والإيجابية لحصيلة إنجاز الوكالة الحضرية هي نتاج لتضافر جهود جميع مكونات المنظومة المحلية، والتي من هذا المنبر أنا أشكر الجميع لمواكبتها وأشكركم.